جهزتها للترقية اليوم راح تصير إيش؟ راح تصير 2800. نقول يلا بسم الله وخلاص ارتفعت إلى 2800. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، نعود لكم مرة ثانية وبعد انقطاع طويل إلى لعبة هايدي، وكنا من أول توقفنا معاكم على المستوى 113 واليوم عدنا لكم ومستوانا الحمد لله 116، وإن شاء الله خلال الأيام الجاية راح ندخل على المستوى 117. خطة الانتقال إلى 117 إن شاء الله بسيطة، كلها فقط أيام. بالنسبة لي خلصت الآن تقريبا 429 للانتقال إلى المستوى 117 إن شاء الله بإذن الله راح يفتح معانا. طبعا لما راح يفتح معانا راح يعطونا حقل واحد نضيف للحقول الموجودة عندنا، وراح يعطونا 12 مجوهرة. بخصوص المزرعة اللي موجودة أنتوا الآن تشوفونها، طبعا هذا الشكل الثاني، نشطنا الشكل الثاني مثل ما أنتوا تشوفون الآلات ضبطتها بالطريقة هذه وعدلتها وشوية يعني عملنا تحسينات وفي تغييرات بسيطة على الديزاين والشكل. الحظائر جات كلها بالشكل الطولي وأحس أن أنا مرتاح من الشكل هذا، وعطاني مجال بأني أزرع الكثير من الأشجار المثمرة. يمكن اللي يتذكر أوكي شريط لاصق أنا أدور عليه، اللي يتذكر حلقاتنا أو الحلقة الأخيرة من لمزرعتنا هذه كان بديزاين مختلف عن الديزاين هذا، ولكن اليوم إحنا نلعب بديزاين جديد. طبعا احيانا الديزاينات تجي شكليا حلوه ولكن تكون يعني شويه عنك، اما الالات متباعده او الحقول متباعده او تكون الحظائر متباعده، حظائر الحيوانات. طيب اليوم احنا بالنسبه لنا راح نشوف مثل ما قلت لكم ان شاء الله باذن الله راح ندخل الى مستوى 117 بعد ما تم الاشتراك بالفارم باس. فارم باس يدعم دعم جدا جميل، هو يبتدي من اول الشهر عاده وينتهي نهايه الشهر، ولكن الفارم باس له مسار، المسار هذا جدا حلو جدا جميل. خلصنا من المسار يعني مثل ما نقول تقريبا النصف، حصلت على اكس بي، حصلت على اموال، وحصلت على بعض الشهادات، وحصلت على بعض المميزات اللي نشوفها في الشريط العلوي، لان فيه شريط سفلي من الجوائز وشريط علوي من الجوائز، وكل هذه تعطيك. طبعا الشريط العلوي لازم تكون مشترك بخمسة تقريبا دولار، اذا اشتركت في الفارم باس في موسمه تقدر تحصل على الجوائز العلوية اللي بالشريط العلوي، اما اذا ما اشتركت خمسة دولار راح تقدر تواصل المشوار وتحصل على نقاط اكس بي، وتحصل كذلك على بعض النقد، وتحصل كذلك على بعض المميزات، بعض الشهادات، تحصل على بعض كروت تعزيز مثل ما احنا نشوف عندنا كلها حصلت عليها. يعني كويس، الآن أنا ماشي بالكتكوت حقي 192 نقطة من 600 تقريبا، خلونا نشوف من 600 نقطة كويس يعني ماشيين، وإن شاء الله موعدين ب 350 ألف نقطة إكس بي، ويضاف لها في الشريط السفلي 170 ألف إكس بي لو أضيفت هذه لهذه مع المسار اللي إحنا مع الإكس بي الآن اللي اكتسبناها، راح إن شاء الله نتجاوز إلى الليفل 117 بإذن الله بالفارم باس. طبعا الفارم باس له أهداف يومية تتغير يوميا لابد أن نخلصها، أما الأهداف الموسمية اليوم فتحت معانا جاتنا أهداف جديدة. طبعا كان عندي أهداف موسمية واكتملت وخلصناها في الأسبوع الماضي، ولكن الآن افتحت معانا أهداف جديدة وهي قم بتدوير عجلة الحظ 5 مرات. إن شاء الله راح نتمكن يوميا، راح ندور بالعجلة لأن يوميا تتجدد، وعندنا يحصل على 3 من زوار البلدة في المحمية. طبعا المحمية نشوفها في البلدة هناك عندنا حيواناتنا، طبعا نطعمهم نحاول نيقظهم علشان يجذبون زوار البلدة لمشاهدتهم، فقط يحتاجون من عندنا هذا الهدف، فقط 3 من الزوار يزورون حيواناتنا علشان نحصل على 60 نقطة، ومن تدوير العجلة 5 مرات نحصل على 60 نقطة. هذه كلها راح تمشينا في المسار حقنا اللي الآن احنا متوقفين فيه، وعندنا أتمم 20 من طلبات الشاحنة. طبعا هذا الهدف شوية راح يكون صعب، لكن نقول إن شاء الله ما في صعوبات، كلها إن شاء الله متسهلة. خلونا بداية الآن نمشي العجلة ونشوف إيش الحظ معانا. أوكي في تدويرة ثانية، طبعا المشترك في الفارم باس يقدر يحصل على، خلصنا من الفارم باس، خلصنا من عجلة الحظ، وخلصنا من المسرح. تقريبا نجي إلى السيارة، خلونا نمشي السيارة، السيارة طلباتها جاهزة، راح نمشي هذا أولا.
يلا إن شاء الله أتمنى تكون الطلبات كلها متوفرة وكلها جاهزة ونقدر نرتب أمورنا. خلينا نشوف هذا الطلب وين. الطلب هذا متوقف عندنا يبغى فلفل رومي 2 ويبغى من عندنا فوندو استوائي. جاهزين؟ جاهزين. هذا الفوندو موجود عندي والفلفل الرومي كذلك موجود عندي. يلا خلنا نمشي السيارة وبعدها نجي على غير السيارة ندور اللي نقاطها مرتفعة. بالنسبة لي أنا مستعين بأرسنت ومستعين بروز. خلنا نكمل باقي السيارة. عندي هنا 2000 إكس بي يا حبيبي. لا عندي 970، عندي هنا 900 وهنا عندي 2620 إكس بي. كنت منتظرها من زمان إني أتمم الطلب هذا علشان نستفيد. راح نشوف معاكم إن شاء الله حلقة مميزة وحلقة جميلة بإذن الله، ودائما الحلقات اللي تكون معاكم تكون جميلة. طبعا ما جينا للحدث، ما تكلمنا على حدث اليوم. الحدث اليوم في جوائز حلوة للسيارة. هنا لوحة الأحداث. طبعا حدث اللي هناك نقص في الإمدادات، طبعا يقول في البلدة الشاحنة المكتملة مواد الترقية طبعا الشاحنة اللي راح تخلصها وترسلها راح تمنحك طلب جديد يأهلك بأنك تحصل على مواد ترقية الحظيرة والصومعة كجوائز خاصة. حبيبي أنا بالنسبة لي عندي ورطة دائما في ترقية الصومعة وترقية الحظيرة. والله فرصة إن شاء الله ممكن اليوم نشتغل بعد ما تنتهي الحلقة نشتغل على الطلبات هذه. الصومعة جاهزة، الصومعة جهزتها للترقية اليوم. راح تصير إيش؟ راح تصير 2800. نقول يلا بسم الله وخلاص ارتفعت إلى 2800. نرجع للسيارة. السيارة راح نمشيها بسرعة. بالنسبة للمعززات عندي والله معززات كثيرة، بعضها ما قاعد يعني استخدمها وبعضها استخدمت، خاصة المعززات الخاصة بزيادة الإكس بي في الفترة اللي فاتت. راح نفعل واحد وياكم الآن. هذه إنتاجية الحقول. المعززات حلوة. هذا للأموال. أوكي راح أفعل هذا يزيدنا 50% من الأموال اللي نحصل عليهم من خلال البيع. يا ريتني والله بديتها من البداية علشان يكون في مكاسب. فعلنا هذا المعزز. أكيد المعزز هذا له وقت وينتهي. خلونا نشوف هل هي 12 ساعة؟ لا 8 ساعات وراح ينتهي. فلازم الآن أستقل الفرصة، خاصة أن عندي زوار البلدة لهم طلبات كثيرة. راح نروح لهم الآن بعد ما نخلص تقريبا من السيارة. السيارة لسه باقي عليها طلبات. يلا خذ هذا تقريبا. أوكي عجلة الوقود الوادي ممتلئة. العجلة الوقود اللي تحرك فيها السيارة داخل طرقات الوادي وتنتقل من مبنى إلى مبنى، وأحيانا نتجمع معاك من الحيوانات اللي موجودة، تحتاج إلى وقود. هنا من خلال عملك في مزرعة الهايدة إما في الحقود، يعني يوميا في أشياء محددة يحددونها علشان تملأ عجلة الوقود اللي موجودة في الوادي، وهذا يحتاج لها وقت ثاني إن شاء الله نشرحها معك. خلونا نروح الآن نشوف طلبات زوار البلد. خلونا ندخل البلدة الآن ونشوف بلدتنا وش فيها. نروح الأول مبنى. كويس ممتاز. طبعا في جماعة كانوا منتظرين من وقت طويل، والآن هذه اللي لها كيكة راح نجيب لها الكيكة. وهذا وقع الكوب جاهز وهذا طلب. أوكي خلصنا من مبنى استراحة النوم وراح ننتقل إلى مبنى المطعم. أوكي أوكي وهذه عندنا طلب، وهذا الطلب الأخير كيكة أو كعكة. خلصنا الآن من الجماعة هذولا. نجي إلى مبنى البقالة. أوكي 18 رغيف. أوكي شوف اكتمل فارم باس، كان في علينا طلب وجبناه الآن من دون ما نأدي الطلب مباشرة لأنه كان متوفر أساسا ومطلوب. أيوة هذه خلاص، هذولا راح ينتظرون إن شاء الله. ننتظرهم لين يخلصون وبعدها راح نجيهم وناخذ من عندهم النقود بعد ما ينتهون زياراتهم عندنا في المباني اللي الآن خدمناهم فيها، وكذلك راح يعطونا إكس بي. هذا بدار السينما واحد الحالة وطلبه متوفر وموجود. نيجي إلى متجر الهدايا. عادة متجر الهدايا يطلبون ملابس، يطلبون ورود، يطلبون حلي تقريبا، نجيبه له إن شاء الله نكمله. أوكي استراحة الشاطئ أو مقهى الشاطئ، وهذا الطلب تقريبا. أوكي وهذا يبغى رمان. نجي على آخر مبنى،
ونقول أوكي يعطونا هدايا ممتاز. تم الوصول إلى بداية المستوى 116 منتجع. أوكي هذا طلبك وهذا طلبك وهذا اللي قلنا عليه راح نعمل له طلبنا. أوكي خلصنا الآن من عندهم ونجي إلى المحمية. هذه المحمية الآن مطلوب علينا مهمة أسبوعية تقريبا أو موسمية بأن إحنا نجذب 3 من الزوار إلى المحمية. طبعا كيف راح نجذبهم؟ أكيد راح نحتاج نضع من الطعام ونوقظ حيواناتنا، هم بحركتهم راح يجذبون الزوار. خلونا نرجع إلى المركز الرئيسي أو قاعة المدينة ونختار لنا زوار ونوزعهم على المباني اللي موجودة عندنا في البلدة. هذا نقول له إبعاد لأن أساسا هو ما طالب من عندنا أي شيء، خله يروح لما يجي القطار الجاي يتمشى يروح معاه. أوكي منتجع، خلصنا من البلدة وانتهينا من عندها. السفينة طبعا ما راح أقدر أمشيها لأني والله من الصباح وأنا أشتغل عليها، يعني طالبين 60 من الفشار وما جهز عندي إلا 27. راح نكمل هذا وهذا ما راح نتركه لين يخلصون. عندي 6 من شعرية الفول السوداني واللي مطلوب 8، راح أمشيهم الآن. طبعا راح يبقى لنا 2 إن شاء الله أمشيهم طبعا في وقت لاحق. خلونا نروح نشوف البحيرة اليوم وياكم، ما شقرنا على البحيرة من زمان. طبعا عندنا صناعة بعض أدوات الصيد، فخ سرطان البحر، وعندنا فخ اللي هو البط، وعندنا الشبكة. عندنا بط كثير ما شاء الله جاهزين. خلونا الآن نشيل الأفخاخ، طبعا خلاص اكتملوا ما أقدر أشيل زيادة إلا أول شيء. أوكي خلاص أخذنا الريش منهم وتم إطلاقهم. أوكي خلصنا، الآن ننصب أفخاخ جديدة نشوف كم عندنا. وعندي أفخاخ بط 6 جاهزين الحمد لله. يعني بالنسبة لي أنا عندي البحيرة مكتملة وعندي إمكانية أنصب أفخاخ كثيرة لسرطان البحر، وعندي إمكانية أفخاخ كثيرة كذلك للبط، فأجد نفسي يعني دائما ما عندي مشكلة في الشيء هذا. خلونا نشوف الآن عندنا مصائد الأسماك أو شباك الأسماك. هذا سرطان البحر بعد كذلك موجود عندي. أقدر يعني لما تجينا مهمات الصيد بالطعوم صراحة أستخدم السنارات، ولكن مثل الأوقات هذه ما أحتاج الكثير من الصيد لأن الحمد لله مثل ما قلت لكم البحيرة كبيرة والوضع يعني جدا ممتاز. شوفوا عندي 5 مرات أدور العجلة، عجلة الوقود، وأنا والله طبعا تاركها ما مشيتها. أقدر ندور العجلة ونحصل يا رب على، طبعا يعطينا على رقم 9 ما يعطينا على 6، دائما على 6 حظ، دائما يعطينا على رقم 6. يلا التدويرة الثانية خلينا نشوف 8 كويس، يعني أنا راضي وراح أوفر 3 تدويرات. ما أدري هي راح تنتهي أو راح تبقى معانا لوقت آخر. خلينا نشوف هنا في عندنا هدف من الأهداف. فتحنا الصندوق هذا وعطانا لوح خشبي كويس ممتاز. عندنا هنا مهام يومية، مهام يومية لازم تخلصها، لازم يوميا نخلص المهام هذه. كيف؟ لما نسير السيارة حقتنا، طبعا من ضمنها انك تزور مطعم، من ضمنها قد الشاحنة 15 من المباني او المحطات، اجمع 45 من قطع المبادلة الزرقاء، وعندنا اكمل 3 من طلبات البضائع. يعني عندنا حركة اولها ابحث عن المطعم، شوفوا هذه اتوقع سيارتي. اوكي خلني اعطي هذا، اوكي ان شاء الله راح يصير على المسار. طيب خلني اروح للمطعم الان، ومرورا بالمبنى احرص اني امر على المباني في طريقي دائما علشان احصل على القطع، قطع المبادله. شوف الزرقاء الان جاتنا 1، حيوانات اللي كانوا مجمعهم 3 يمكن هم معاي. خلوني اول شيء اخلص، شوف تمت المهمه اليوميه. اوكي ممتاز، الان جينا إلى المطعم، تمت المهمة اليومية، شوفوا مهمتين أتممناهم، شوفوا الآن المباني باقي لنا 7 عشان نوصل 15، وهنا يعني أكملت 3 من الطلبات البضائع، يعني إحنا لما وصلنا البضائع بمرورنا على المباني أكملنا أول مهمة. المهمة الثانية طلب من عندنا نروح إلى المطعم
رحنا للمطعم انتهت المهمة هذه، باقي نجمع 45 من القطع الزرقاء، وباقي عندنا قد الشاحنة ل 15 من المباني أو المحطات، يعني إحنا في طريقنا. طيب أنا عندي تقريبا، خلينا نشوف هل عندي حيوانات. نعم عندي 3 حيوانات وراح أوصلهم، وإذا وصلتهم راح أحصل على 240 قطعة زرقاء و 138 قطعة حمراء و 97 قطعة خضراء. فأنا فرصتي أني أحصل على المهمة وأنهيها الخاصة بالقطع الزرقاء. يلا حبيبي يلا روح. طبعا راح يقول لي تبغى تسريع ادفع 5 مجوهرات، ما راح ادفع. اتمنى ان شاء الله راح تعجبكم هذه الحلقة اللي بعد العودة لهايدي، واتمنى ان شاء الله ما تحرمونا من تعليقاتكم الجميلة والمتميزة متابعينا الكرام، وتحوز ان شاء الله هذه الحلقة على رضاكم وتعطونا اللايك اللي يشاهدونا لأول مرة وما مشتركين معنا، ندعوهم للاشتراك معنا. والآن أترككم في رعاية الله ومع السلامة.